معايا محمد بلال احد المصريين العائدين من الصين النهارده. محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء اولا الخير. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك حضرتك، الله يخليك. انت فين دلوقتي يا محمد؟ احنا حضرتك بتكلمينا، يعني احنا محظوظين باتصال حضرتك دلوقتي حالا، احنا على بوابه المشير فندق المشير احمد بدوي. ده على البوابه يا دوبك داخلين. طب ده والله ده فرصه سعيده جدا. على البوابه. اخيرا تستريحوا شويه، انا عارفه انها رحله طويله، لكن والله حضرتك احكي لي بقى عن الرحله يا محمد. والله انا هحكي لك باختصار شديد، احنا بقى لنا تقريبا 36 ساعه خارجين من مساكننا، كان في مدينه وهان. ايوه تقريبا 36 ساعه. عايز اقول لحضرتك لو احنا في الحاله العاديه، لو انا طالع من وهان مسافر وجاي، ممكن تاخد معايا رحله مثلا حوالي 12 ساعه. الفرق الزياده في الوقت ده كلها عباره عن فحوصات واجراءات طبيه ووقائيه. انا عايز الناس من خلال حضرتك اطمن الناس، احنا رحلتنا طويله وشاقه، وكل ده بسبب ان احنا تعرضنا لظروف طبعا الفحوصات الطبيه الشامله الدقيقه والوقائيه، سواء في الصين هناك او لما وصلنا المطار كان موجود هنا. انا حابب اوصل رساله للناس، لان احنا على يعني جايين دلوقتي من مطار العلمين حوالي 3 ساعات بالمواصلات. كافه الاماكن اللي عدينا عليها فيها مناطق سكنيه، الناس متحفظه وواقفين وخايفين وحاطين ايديهم على بقهم والكمائن، يعني ارجوكم الناس تبقى مطمنه اكتر من كده. احنا يا جماعه باختصار شديد احنا جايين هربانين او ماشيين من الفيروس، مش بالفيروس، احنا مش جايبين الفيروس معانا. صحيح. يعني احنا وبعدين حضرتك انا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا محتجزين او هنبقى محتجزين، يا فندم مش احنا سلام جدا، واحنا اللي طلبنا كنا ان احنا نتعرض للحجر الصحي عشان نطمن على اهالينا وشعبنا واخواتنا وابنائنا قبل ما نطمن على انفسنا. طبعا ما هو مفهوم ده حضرتك برضو من خلالك نوصل الرساله للناس طبعا. طبعا الاول طبعا قول لي يا محمد طبعاً. انت كنت بتعمل ايه في الصين؟ انت بتدرس، متجوز، مش متجوز، وضعك ايه؟ انا بدرس الدكتوراه في الاكاديميه الصينيه للعلوم وهان بوتانيكال جاردن في وهان. وعندك يعني متزوج، عندك اسره ولا ايه؟ عندي اسره وموجودين هنا في مصر طبعا، وانا بدرس هناك الدكتوراه، موجود لوحدي هناك، بنزل اجازه بس. طب لازم بقى توجه لهم كلمه وتقول لهم يطمنوا عليك ان انت كويس وهتكلمهم عادي، و14 يعني يوم كانك لسه موجود هناك. اكيد اكيد هم، انا طبعا هم على قدر يعني من الوعي برضو، لان انا معاهم اول باول. احنا الرسائل الطمانه لما بنوصلها لحد بيفهمنا يعني بيستوعب. احنا برضو من خلال حضرتك بنوصل رسائل دي لاولادنا ولشعبنا المصري كله والاهل المستروح بشكل خاص. احنا يا جماعه الحمد لله بخير، وانتوا هتبقوا بخير، واحنا ربنا يحفظ مصر ان شاء الله، ما نشوفش ولا نسمع عن اي حاله من حاله الفيروس او يعيشوا يعني دقيقه قلق من اللي احنا عشناها في وهان. وبعدين انتوا تم الكشف عليكم يا محمد قبل ما تسافروا، وكمان اتكشف عليكم بعد ما جيتوا. فالفكره ان الحجر الصحي ده يا جماعه علشان لا قدر الله في حد الفيروس كامن فيه لمدة 14 يوم، احنا قلنا ان الفيروس 14 يوم وبعدين بيبان، فيعني للتأكد 100%. الفترة الخطرة هي فترة الحضانة معروف طبعا. طبعا هل كان في ناس طلع معاكم يا محمد وما طلعوش عشان درجة حرارتهم كانت عالية؟ كان في شخصين بس اعتقد كان واضح الحته دي، احنا اثنين من زملائنا تم احتجازهم فعلا يعني وما طلعوش معانا بسبب الجانب الصيني مشدد لدرجه انه استاذه لميس 37 وشرطه ما بيطلعش. 37 يعني وشرطه؟ 37 وشرطه، ممكن حضرتك وانا بكلمك دلوقتي ده عادي ما يطلعش يعني ممنوع، لو 37 وشرطه وشرطه ممنوع يطلع. يا نهار ابيض، يعني انا ممكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي انا من الاجهاد وشيل الشنط، وممكن حضرتك وانا بكلمك ممكن يبقى الانسان الطبيعي 37، لكن هم حريصين لدرجة يعني احنا زمايلنا 1.37 و2 من 10 و1.37 و3 من 10، يعني الاثنين كده بالطريقة دي قالوا ممنوع. ووهان تحولت إلى إيه يا محمد؟ قول لي ووهان المدينة تحولت إلى إيه في الأيام الأخيرة؟ المدينة يعني من منتهى يعني الأضواء والصخب والروعة إلى مدينة، يعني مش عايز أقول مدينة أشباح لأنه ما يصعب عليا إن ووهان يتقال عليها مدينة أشباح، لكن هي فعلا تحولت الى مدينه صامته حزينه، ما فيش ولا يعني اي انواع من انواع الحركه في الشوارع، توقفت الحياه تماما تماما، مدينه سياحيه تجاريه توقفت تماما تماما.
ان شاء الله هترجع تاني طبعا، اكيد التعليم العالي هيقدروا عودتكم، واكيد هترجع تاني يا محمد وانت وكل زمايلك، وبتمنى لك كل السلامة، وهنسأل حتى من غير البرنامج هنسأل عليكم ونطمن عليكم، والف حمد لله على السلامة. اقعدوا بقى اتفرجوا على التلفزيون، العبوا رياضة، العبوا دومينا، كوتشينا، يعني سلوا نفسكم بقى، اقروا كتابين كده يعني. محمد بلال احد المصريين العائدين من الصين، اجازه اجباريه 14 يوم. يا جماعه ساعات الاجازه دي بتبقى لطيفه.